وبالتالي وجود هذه المنظومة الرقمية في القرآن هو أكبر دليل في هذا العصر على أن القرآن لم يحرف وأنه وصلنا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحيل على أحد أن يأتي بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فصلاتنا على النبي هي دعاء له، وصلاة النبي علينا أيضا هي دعاء لنا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هناك أسرار عجائب في القرآن العظيم ربما نمر عليها آلاف المرات ولا ننتبه لها. عبارة صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة التي ينشرح لها الصدر، هذه الصلاة التي نصليها على النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر الله عز وجل، لأنه هو أول من صلى على حبيبكم عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نقول صلى الله عليه وسلم. والبخيل الذي ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فلذلك لا تكن أخي الحبيب من البخلاء، أكثر من الصلاة على هذا النبي، لأن فيها شفاء وفيها تذكر لأخلاق هذا النبي، لصبره، لعفوه، لتسامحه، حتى كان لدرجة أنه يحب الخير لأعدائه صلى الله عليه وسلم. اليوم البحث سيكون غريب نوعا ما. صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات غير موجودة في القرآن بهذا التركيب، ولكن سبحان الله لها أثر رقمي في القرآن. يعني القرآن أخي الحبيب ليس هو مجرد كلمات وحروف، فيه شيفرات رقمية معقدة جدا، ولكن سبحان الله نحن لا ندرك منها إلا ما يأذن الله به. صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن أحرف، صاد لام ياء صلى، الله عز وجل ألف لام لام هاء، عليه عليه أربعة أحرف، وسلم. في القرآن الكريم هناك سورة اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، رقمها 47. هذه السورة تحمل اسم النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدها مباشرة سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح. إذن لدينا سورتان مترابطتان قريبتان جدا في ترتيب النزول، تتضمنان نفس المعاني تقريبا، سورة محمد وسورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الغريب أيها الأحبة، وهذه طبعا شفرة رقمية معقدة نوعا ما، ولكن لا يدركها إلا من غاص في أسرار القرآن. سورة الفتح أو سورة محمد حسب ترتيب المصحف وسورة الفتح، دعوني أذهب معكم إلى برنامج إحصاء القرآن الذي نراه أمامنا، وفيه عدد السور 114. إذن عدد سور القرآن 114 سورة. دعونا نختار من هذه السور سورة محمد 47 وسورة الفتح 48 ونضغط على موافق. إذن لدينا هنا سورة الفتح وسورة محمد. كما نرى أيها الأحبة، يعني
سورتان عظيمتان. عندما نبحث عن حروف صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا اخترنا هاتين السورتين؟ لأن سورة محمد تخاطب النبي مباشرة وذكرت اسم النبي صراحة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هنا لا يوجد صلى الله عليه وسلم، ولكن رقميا موجودة. سنكتشف هذه اللطيفة من لطائف القرآن. السورة الثانية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. انظر كم معنى تضمنت هذه السورة، كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مقدمة هذه السورة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. حتى لو ذهبنا إلى آخر سورة الفتح سنجد أيضا اسم محمد أيضا يتكرر. انظروا معي: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهكذا إلى هذه آخر آية في سورة الفتح. فإذا سورة محمد تتميز بذكر اسم محمد، وسورة الفتح تتميز بذكر اسم محمد، ولكن لم يذكر هنا رب العالمين، لم يذكر صلى الله عليه وسلم. ربما يقول لماذا؟ هو الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة هنا معناها الرحمة والحفظ والدعاء، فصلاتنا على النبي هي دعاء له، وصلاة النبي علينا أيضا هي دعاء لنا ورحمة بنا. فإذا الصلاة هنا بمعنى الدعاء والرحمة وليس بمعنى السجود. لذلك بعض الناس يقولون إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول: انظروا إلى المسلمين في كتابهم، الإله يصلي على نبي. وهذا مفهوم خاطئ. الصلاة هي الرحمة. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ارحمهم وادعوا لهم وأرشدهم إلى طريق الخير ودلهم على الخير. طيب أين عبارة صلى الله عليه وسلم هنا؟ أنا اليوم أحببت أن أوصل لكم هذه الومضة الرقمية اللطيفة جدا. دعوني أولا أذهب إلى البرنامج وأقوم بتحديد سورة محمد وسورة الفتح. البرنامج هنا أخي الحبيب فيه ميزة، أنه يعطيك تكرار أي حرف في السور التي تختارها. أنا اخترت هنا سورة محمد وسورة الفتح. مثلا صلى الله عليه وسلم، حرف الصاد عندما نكتب هنا صاد صاد نجد أنه تكرر 29 مرة في السورتين، وموجود هنا كما نرى أمامنا، هذا هو حرف الصاد، عندما أضغط عليه يعطيني 29. حرف اللام هنا طبعا 618 كما نرى، هنا يكتب الرقم ويحلله إلى عوامله الأولية، يعني 618 يساوي 103 ضرب 3 ضرب 2، يحلل الرقم إلى عوامله الأولية. مثلا الياء 354 ظهرت هنا مع عواملها الأولية. صلى الله، الألف مثلا 740 يساوي 37 في 5 في 2 في 2، وهكذا. فأنا عندما أكتب هنا حرف الصاد، دقق معي أخي الحبيب، يعطيني 29. أكتب لام يجمع تكرار حرف الصاد مع حرف اللام، هكذا. يعني أنا لدي خيار في البرنامج هنا لإظهار تفاصيل، يعني الصاد تكررت 29، اللام 618، وحرف الياء الذي هو
صلى. في اللغة العربية طبعا كما نعلم الألف المقصورة هذه تعد ياء، فالياء 354. إذن كلمة صلى عددها 1001. هو يجمع طبعا، يجمع حرف الصاد كم مرة تكرر، وحرف اللام كم مرة تكرر 618، وحرف الياء 354 كم مرة تكرر، يعطيني المجموع 1001. ويحلل هذا المجموع إلى 13 ضرب 11 ضرب 7. هذا هو تحليل كلمة صلى. طيب عندما نكتب الله، الألف تكررت 740 مرة، والعدد موجود هنا طبعا كما نرى نفسه. طيب اللام 618. البرنامج كلما كتبت حرف هنا يضيفه هنا، يعني هذه عملية جمع أوتوماتيكية. الله مثلا أصبح المجموع 3279. عليه، أتصور القاعدة أصبحت واضحة. هنا أنا سأختصر فقط، أظهر النتيجة، إظهار النتيجة فقط. إذن صلى الله عليه، و طبعا هنا أضاف حرف الواو، سلم. أعطاني عدد عجيب هنا، يعني تكرار حروف عبارة صلى الله عليه وسلم، لو قمنا بالبحث عن كل حرف كما فعلنا وجمعنا هذه الحروف يعطينا عدد قيمته 6237. هذا العدد يساوي 11 في 7 في 3 في 3 في 3 في 3. طيب هذا العدد كم يساوي؟ هذا العدد يساوي أحبتي في الله 99 في 63. دعوني أستخدم الآلة الحاسبة هنا. العدد هنا كم قلنا؟ 6237. 6237. هذا العدد لو قسمناه على 99 يعطيني النتيجة 63. بطريقة أخرى لمن لم يستوعب هذا الأمر، لو قمنا بضرب العددين 99 ضرب 63 يعطيني ماذا؟ 6237 هو العدد ذاته هنا. 6237 6237 هو 63 مضروب في 99. طيب ما علاقة صلى الله عليه وسلم كحروف بالعددين 63 و99؟ ماذا يمثل هذا العدد والعدد الثاني؟ طيب من الذي يصلي؟ الله يصلي على النبي، ونحن نستجيب لأمر الله فنقول صلى الله عليه وسلم. العدد 99 هو عدد أسماء الله الحسنى أيها الأحبة، 99. والعدد 63 هو عدد السنوات التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو مات ابن وهو ابن 63 سنة كما في البخاري، حديث صحيح. طيب هنا الإنسان يعجب، الله مدح حبيبه في سورتين، سورة محمد وسورة الفتح، وذكر اسمه في سورتين ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، ولكن أودع في حروف صلى الله عليه وسلم من خلال تكرار هذه الحروف في السورتين العدد 99 و63. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني عدد يتعلق بالله وهو العدد 99، وعدد يتعلق بالنبي وهو 63 عمر النبي. لاحظتم الدقة أيها الأحبة؟ وهنا أنا يعني أمام هذه الحقيقة يجب أن نتوقف، ويجب أن نقول هذه ليست مصادفة، لأن هذا الرقم يتكرر كثيرا في القرآن. يعني أنا أول آية في القرآن هنا رقمها 1، وآخر آية 6200،
36 لو عرضنا آيات القرآن، لو قمنا بعرض آيات القرآن هنا سنجد أول آية رقمها 1، الرقم المتسلسل، وعندما ننزل إلى آخر القرآن، وتابع معي أخي الحبيب، هنا الجدول الذي يعطيك أرقام الآيات من أول آية إلى آخر آية في القرآن، سنذهب إلى آخر آية من الجنة والناس، نجدها رقمها 6236 هنا، وهو عدد آيات القرآن. طيب، مجموع أول سورة وآخر أول آية وآخر آية كم؟ انظر معي، 1+6236 36 يعطيني 6237، يعني رقم أول آية في القرآن رقم 1 وآخر آية 6236، لو جمعنا الرقمين يعطيك 6237. طيب كم يساوي هذا العدد؟ يساوي 63 مضروب في 99، 63 مضروبا في 99 يعطيني 6237، وهذا العدد يتكرر في القرآن في كثير من المواضع، ولكن لا نريد أن نطيل عليكم، في لقاء ثاني سنذكر أين يتكرر أيضا في القرآن العظيم بطريقة مذهلة. لذلك أحبتي في الله، لا يمكن أن نعتبر أن هذا الأمر جاء بالمصادفة. وأخيرا أيها الأحبة، لا نملك والله إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وأن تكون نورا لنا في الدنيا والآخرة، وأن نزداد بها إيمانا، لأن الإنسان عندما يرى مثل هذه المعادلات وهذه الدقة في كلام الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانا ويزداد يقينا أن الله حفظ كتابه من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه يستحيل على أحد أن يأتي بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ودليل أيضا على استحالة تحريف القرآن، لأنه لو فكر أحد أن يضيف حرف لام مثلا، أو حرف صلى الله عليه وسلم، حرف سين مثلا، يعني في كلمة هنا أو هنا، سيختل هذا البناء وتختفي هذه المنظومة الرقمية المعقدة. وبالتالي وجود هذه المنظومة الرقمية في القرآن هو أكبر دليل في هذا العصر على أن القرآن لم يحرف، وأنه وصلنا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والمخطوطات تشهد بذلك. المخطوطات موجودة في جامعة برمنغهام التي تحدثنا عنها مؤخرا، وجامعة توبنغن الألمانية، وغيرها من المخطوطات، كلها نفس الكلام، ولا يوجد سورة زيادة أو سورة نقص، لا يوجد آية زيادة، لا يوجد حروف زيادة، نزل القرآن كما هو منذ 14 قرنا، والذي نقرأه اليوم، القرآن الذي نقرأه هو ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.